يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمه مستقبلي اخي صاحب الجلاله الملك محمد السادس عاهل المملكه المغربيه الشقيقه لدى وصوله الى البلاد يوم غد الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر ابريل الحالي في زياره لمملكه البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلاله الملك المفدى تتناول العلاقات الاخويه التاريخيه الوطيده والمتميزه والتي تربط البلدين والشعبين الشقيقين اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الراهنه على الساحات الاقليميه والعربيه والدوليه والقضايا موضع الاهتمام المشترك ويختلم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لجلاله العاهل المغربي طيب الاقامه في مملكه البحرين